بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في حلقه جديده، برضو حلقه استثنائيه من فايرال فلوج. بنكمل فيها سلسله لقاءات بداناها مع ناس متخصصه وفي الخطوط الاولى من المعركه مع كورونا. الحلقه دي ضيفي فيها هو الدكتور دسوقي احمد. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بك يا استاذ دسوقي. احنا نعرف بعض من خلال السوشيال ميديا، للأسف ما حصلش الشرف ان احنا تقابلنا. دسوقي طبيب مصري مهاجر في ألمانيا، ونعرف بعض من السوشيال ميديا واحنا بلديات، هو شرقاوي، فيعني في بيننا حاجات كتيرة مشتركة. وهو بسم الله ما شاء الله عليه، يعني هو دكتور أمراض صدرية. هو هيعرف نفسه طبعا، يعني هو دكتور أمراض صدرية، وهو دلوقتي من يعني عنده بسم الله ما شاء الله خبرة كبيرة جدا في التعامل مع حالات كورونا وجها لوجه، يعني هو على في المستشفى اللي هو شغال فيها في ألمانيا. فأنا حبيت إن أنا أعمل الحوار ده معاه، لأنه كان لنا الحمد لله يعني حوار قبل كده عملناه مع الدكتور نسرين عن التجربة الإيطالية، وهو دلوقتي عنده خبرة كويسة جدا مع التجربة الألمانية، اللي هي نقدر نقول انها قد تكون افضل حالا نسبيا يعني عن اللي حصل في ايطاليا. والحالات بدات تدخل في مرحله الانحسار والامور بدات تتحسن بشكل كبير. فانا هسيبه الاول يعرف نفسه، وبعدين بعد كده بقى يقول لنا عن عصاره الخبره بتاعته في الموضوع بتاع كورونا، وايه الدروس اللي احنا ممكن نتعلمها من التجربه الالمانيه. اتفضل بقى دسوقي، يقول لنا عرفنا شويه عن نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حقيقي شاكر جدا للدكتور اسلام. احنا بس مش شرقوه زي بعض، بس احنا كلنا نعرف دكتور اسلام من صولات كتير، والفيرولوجي اعتقد خد كده سبرينج حلو جدا لفوق لما دكتور اسلام بدا يخش على السوشيال ميديا. فانا شاكر جدا ان هو استضافني النهارده، وكنت سعيد جدا بحواره معايا. انا اسمي دسوقي احمد دسوقي، من ابو كبير شرقيه، خريج الازهر 2007، ومن 2012 وانا عملت تريننج هنا بطنه، وبعدين خلصت صدريه، وشغال من 2018 تحديدا من اغسطس او يونيو تقريبا، بعد ما خلصت الزماله مشغال كونسلتنت تشيست فيزيشن، وحاليا في اليونيفرسيتي هوسبيتال في فوبرتال، ودي منطقه في غرب المانيا 30 كيلو من دوسلدورف. شغال هناك كونسلتنت تشيست فيزيشن. سب سبيشاليتي الاساسي بتاعي هو اللنج كانسر وحالات اللنج كانسر، لكن انا بالاضافه الى كده فانا انتيبيوتيك ستيوارشيب اكسبيرت، وكان ليا خبره كويسه في الانفكشس ديزيزز لما اشتغلت قبل كده في سنتر في مدينه جنب دورتموند اللي انا عملت فيها التريننج بتاعي بتاع البالمونري ميديسن. وكمان لان انا بالياتيف فيزيشن، ف لما حصل موضوع الكورونا القسم بتاعنا قسم الصدريه هو المسؤول عنه، الى جانب اقسام الباطنه ثم قسم الرعايه المركزه اللي هو جنبا الى جنب معانا. وبالتالي شفنا كمية حالات كثيرة جدا، قعدنا وكتبنا الهاوس انترنال جايدلاينز، ورئيس القسم اداني فيها بوزيشن حلو جدا. فحاليا في سام سورت اوف سوبرفيجن مني انا على فريق العمل اللي شغال في الكورونا مانجمنت. خلينا نبدا بقى مع بداية الأزمة. يعني انت بقى بدات تبقى يعني انفولفد في الموضوع ده بشكل كبير امتى، وايه هي الحاجات اللي انت فاكرها مع بدايه معرفتكم بالموضوع، وايه هي الرياكشنز؟ يعني بداتوا، احكي لي كده البدايه كانت شكلها عامل ازاي. من اول تقريبا انا فاكر اول ايميل جالنا كان من اول 12 يناير، كان رئيس قسم الرعايه المركزه عندنا بتبعت لنا ايميل بتقول لنا تيك كير الكورونا از كامينج، وهم كانوا متوقعين ان الكورونا هتخش اوروبا، وكانوا عمالين يجهزوا نفسهم. في البدايه كان في حاله عنيفه من الفوضى لدرجه ان احنا كلنا كنا خايفين جدا. انا شخصيا لازال حتى الان الجروبز بتاعتنا بتاعت الاطباء اللي عايشين في المانيا اللي بيتناقشوا في الحاجات دي، لما كان بيطلع بوليتيشن يقول احنا جاهزين واحنا عاملين، احنا كنا كلنا بنضحك عليه، احنا مش جاهزين ابدا. لكن حقيقي حاجه ممكن الواحد يتعلمها من الالمان ان هم في خلال بضعة أسابيع
كانوا جمعوا كل المعلومات الممكنة، كانوا بيستفيدوا من تجارب الصينيين والطلاينة. أول ما بدأ الموضوع في إيطاليا يخش في المعمعة اللي احنا شفناها دي والشكل المأساوي والإرهاق الشديد للمستشفيات وكل النظام الصحي، ولحظة انهيار النظام الصحي في إيطاليا في لحظة معينة اتقال ان النظام الصحي في إيطاليا خلاص بقى غير قادر على انه يواجه اي حاجة. كان غرفة العمليات في ألمانيا على المستوى الصغير والمستوى الكبير واضحة جدا، من اول المستشارة اللي شالت سابت كل حاجة في ايدها وخلاص، ووزير الصحة وكل القطاعات في ألمانيا، خاصة ان احنا النظام عندنا فيدرالي، لحد المستشفيات عندنا. انا فاكر كويس جدا اول ما حصلت المشاكل في ايطاليا، ان رئيس قسم الرعاية المركزة بعتت لنا نشرة طويلة كده مكتوبة فيها ما الذي نتعلمه من التجربة الإيطالية، تفاصيل عامة عن الايزوليشن، عن السوشيال ديستانسنج ميجرز، ان احنا ازاي نعمل ايه اللي المفروض نعمله، ايه اللي اخطا فيه الايطاليين هنا، الحاجات بتاعه الهيجين والتعقيم، الحاجات حتى في التريتمنت هم ادوا ايه وما ادوش ايه، كان المفروض يدوا ده حتى ايه كانوا المفروض يبداوا بيه وما بداوش بيه، كان كل الكلام ده موجود. اول واحد وصف التايب ال والتايب اتش بتاع النمونيا، الالتهاب الرئوي واشكاله. اول واحد وصفه اللي هو جويتونيني، ده راجل طلياني، اتمنى ان انا اكون قلت اسمه صح. الدراسه اللي عاملها جامعه جوتينجن عندنا في المانيا في اللور ساكسوني. فهم الناس كانوا من بدري شايفين الخطر جاي عليهم، الاول ما كانوش عارفين هم يعملوا ايه، وبعدين في لحظه من اللحظات شدوا نفسهم كويس قوي وعملوا خطه واضحه جدا، وكل القطاعات التزمت بيها والشعب التزم بيها، النتيجه احنا شايفينها قدامنا. ولذلك هم من بدري جدا هم بيفكروا في الموضوع. طيب تفتكر اول حاله جات لكم المستشفى امتى؟ فاكر التاريخ ده؟ كان ويك اند، وكان كل الناس عماله تسال احنا جالنا حاله ولا لا، جالنا حاله ولا لا، جالنا حاله ولا لا. كان يوم جمعه دخلت الحاله بس خلاص، يعني كورونا از هير، كورونا وصلت يا جماعه. ما كانتش حاله رعايه مركزه، وكان الحاله كان امرها بسيط زي ما بيقولوا، يعني مجرد ان هو حد هنعمل له سوبرفيجن. من وقت للتاني احنا عندنا يوميا في المستشفى من يوم ما بدأنا موضوع الكورونا، في جلسة يومية لكل الأطراف المعنيين بالأزمة بسكايب يوميا، مدير المستشفى، وده حاجة كبيرة عندنا قوي، مدير مجموعة المستشفيات في القسم الغربي للمجموعة، ومعاهم اثنين من الهياجين، واحد من المستشفى وواحد من المجموعة الرئيسية، ومعاهم بقى الأقسام اللي داخلة في إدارة الأزمة كلها، رئيس القسم بتاعي، رئيس قسم الرعاية المركزة، ورئيس قسم البطنة، وناس كتير جدا حوالي عن 7 أو 8 بيجتمعوا يوميا تقريبا من نص فبراير. الاجتماع سكايب، والاجتماع بيتعمل بيه بروتوكول، بيتفرغ كل كلمة فيه السكريبت، وبيتبعت على كل الكونسلتانتس في المستشفى. بمعنى ان انا كنت في اجازة الاسبوع اللي فات، في النص كده دخلت على الايميل بتاعي لقيت كل يوم مكتوب البروتوكول بتاع الازمة، ايه الجديد، ايه الوضع، ايه المشاكل اللي بتقابلنا، حتى ايه الطلبيات اللي وصلت، ايه الطلبيات اللي متأخرة، كل ده كنا بناخد عنه لحظة في لحظة. واي واحد كان عنده اي حاجة ممكن يقدمها كان بكل بساطة بيتواصل عن طريق الوكيل بتاعه. يعني انا مثلا رئيس القسم بتاع رئيس قسم الصدريه بروفيسور رشا موجود في القعده دي، فبقول له والله انا شايف انه في 1 2 3، والراجل بيشيل الحاجات دي وممكن يخليني اتواصل بشكل ما مع حد من جوه اللجنه. فكان واضح ان هم في الاول خدوا الصدمه الاولانيه وبعدين فاقوا وقاموا بعمل رائع. يعني طيب في المستشفى عندك لما حصلت اللي هو الفوقان ده، ايه التغير اللي حصل عندك عن العادي بتاع كل يوم؟ ده بلان الخطه. كنا كل يوم مش فاهمين طب احنا هنعمل ايه، طب العيان ده احنا هنحجزه عندنا ولا هيبقى في مستشفيات عزل مركزيه، لانه في الاول قال لك لا ده في مستشفيات عزل مركزيه لكل منطقه، لا ده الحاله الفلانيه ده بيقولوا انه في حاله جت في المكان الفلاني وحولوها على مستشفى في دوسلدورف،
زمان انا حضرت الايبولا لما كانت موجوده عندنا في المانيا، انا كنت شغال ايامها في دورتموند، ودورتموند كان فيها سنتر كبير للانفكشنز ديزيز. فكانت دورتموند مكان من الاماكن اللي بيستقبل الايبولا، دوسلدورف وما فيش مكان ما بينهم، وبالتالي اي حاله. لكن ده مش هينفع مع الـ مع الـ مع الكورونا، لان الكوفيد احنا عندنا حالات مرطرطه. ففي الاول قال لك لا احنا هنعمل مناطق عزل، وبعدين قال لك لا احنا موضوع ان احنا يبقى في مناطق عزل في كل حته ده هيبقى صعب، ففتحوا الامر للمستشفيات وعمموا على كل المستشفيات، او بييجوا على مستشفيتين كبار جدا الساعه بتاعتهم عاليه ويقول لك هي دي المناطق اللي هتشوف عيانين الكورونا. المعلومات وصلت للشعب كويس قوي قوي، بقى الناس كلها عارفه انا لو عندي المشكله اكلم رقم تليفون مين او اروح انهي مستشفى، ولو عندي انا اعراض للمستشفى ان انا ممكن يكون عندي كورونا، ففي باث واي، في مسار معين وانا حتى داخل المستشفى انا بلتزم بيه. وده اللي حصل، ده التغير اللي حصل، ان احنا وي هاف ا بلان، عندنا خطه واضحه جدا. نزل لنا الجوريزموس دياجرام مخطط كده اهو، انا كطبيب موجود في الاستقبال بتعامل مع حاله الكورونا ازاي، الطبيب اللي موجود في القسم بيتعامل مع حاله الكورونا ازاي، الطبيب موجود في الرعايه المركزه بيتعامل مع حاله الكورونا ازاي، التقسيم مين يشوف مين ومين ياخد ايه ومين يعمل ايه وكل واحد دوره بيعمل ايه، ده نزل بيه بلان، والبلان دي اتعممت على كل الناس وكل الناس شافتها في الايميلز، محطوطه متعلقه على الحيطان. حتى بداوا من اول شهر يناير عندنا مثلا يعملوا مدخل مخصص، مدخل مخصص انا ما كنتش فاهم المدخل ده لازمته ايه يا جماعه، قال لك لا هو ده مدخل مخصص احنا بنعمله للاستقبال. وبعدين لحظه واحده اتحط يافطه حمراء كورونا بيشنتس، مرضى الكورونا، لو سمحت لو انت عندك اي اعراض كورونا تقف هنا وتضغط الجرس ده، وانت هتخش في منطقه معزوله، كل الناس اللي فيها مهيئين للتعامل مع عيانين كورونا، علشان ما يبقاش في توزيع لاي نوع من انواع نقل العدوى. برضه نفس القصه لما الاسعاف بيجيب عيان، هو عارف انه في باب لمرضى الكورونا، بيروح عليه بيضغط الجرس وبيستنى. والامر ده حقيقي تم بمنتهى الانسيابيه، واثاره وضحت جدا جدا علينا في الشغل. طيب انت كلينيكيا بقى كطبيب، في كلام كتير بيتنطور عن الاعراض وعن الملاحظات الاكلينيكيه والتشريح بتاع الجثث، وفي تقريبا اعتقد سمعت عن بيبر اتنشرت بتتكلم عن الوصف التشريحي. انت بقى كطبيب شايف ايه؟ هل شفت حاجه جديده؟ هل في حاجه لفتت انتباهك تشخيصيا من ناحيه الاعراض؟ في ناس بتقعد ترمي كلام عن الجلطات والكلام اللي بنسمع عنه، هل انت شايف تقييمك ايه للموقف من الناحيه الاكلينيكيه والتشخيصيه كطبيب؟ في رايي انا حتى الان المشكله الاساسيه للكورونا هو في سرعه انتشاره. في سرعه انتشاره ان هو كتير، بس يعني بمعنى انه اي راديولوجيست عندنا بيكتب لنا بكل بساطه كده، اي طبيب اشعه بيكتب لنا انه صوره الاشعه اللي انا شايفها، صوره الاشعه المقطعيه دي بتبين الحاجه الفلانيه والحاجه العلانيه، انت عارفه بيقعد يتكلم على الجراوند كلاس اوباسيتي وانها بريفرال وانها كذا وانها كذا، كلام اللي زمان الاطباء كلهم هيفهموه. الفايندنج ده، الشكل ده، هو بيقول لك انه ده شكل من اشكال الفيرال نمونيا، ولذلك انا بنصح ان احنا نعمل كورليشن، يعني حاولوا يا جماعه تعملوا ربط ما بين الصوره اللي انا شايفها دي، صوره الالتهاب الرئوي الفيروسي، وامكانيه ان العيان ده يكون عنده يا اما انفلونزا A او B، او يكون العيان دوت عنده كوفيد 19 اللي هو كورونا فيروس. وبالتالي احنا ما بنشوفش حاجه جديده مبدئيا من الناحيه دي، لكن سرعه الانتشار وانه الفيروس بيصيب عدد اكبر من البشر هو اللي عامل لنا الازمه الكبيره. اظن انت كفيرولوجيست يعني هتبقى الموضوع دوت هيبقى واضح بالنسبه لك اكتر مني. الحاجه الاهم بقى انه الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، الشكل العنيف من اشكال القصور التنفسي اللي بيحصل في عيانين الكوفيد 19 نمونيا، في عيانين الالتهاب الرئوي، ده شكل واضح جدا ان هو مختلف عن اي شكل تاني. انا عارف انه في ناس كتير بتتكلم عن جلطات رئويه وعن كذا وعن كذا، ما عندناش اي داتا تقول الكلام ده، لكن الداتا اللي موجوده حاليا
واللي منشوره لسه طالعه يوم 17 ابريل عندنا في 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 المانيا، التوصيات اللي طالعه عن الجيرمان سوسايتي في الشيست فيزيشن اللي هي الجمعيه الالمانيه لاطباء الامراض الصدريه، كاتبين كده يوم 17 ابريل ان هو الداتا اللي بتقول انه في غلطات او كده لا يمكن انها تكون بشكل ما مقبوله قوي، لكن محتاجه ان احنا نفحصها تاني ونعمل حاجات تانيه. لكن الشكل اللي بيحصل من الاكيوت ريسبيرسي ديستريس سيندروم، قصور التنفسي الحاد اللي بينشا عن الكوفيد 19 عن الالتهاب الرئوي بتاع الكورونا فيروس، هو شكل جديد لا يتسق مع الاشكال النمطيه اللي احنا عارفينها مع الالتهابات الرئويه. ده كلام مهم قوي. اقرب حاجه لي من وجهه نظر حتى الان انا شخصيا وجهه نظر ان هو الفيرال نمونيا، الالتهاب الرئوي الفيروسي، الالتهاب الرئوي الفيروسي ان هو يكون حتى نفسه، حتى الورقه نفسها اللي عماله توصف في الكلام دوت، عماله من الاخر بتجيب كلمه من هنا وكلمه من هنا ومش قادره توصل لوصف دقيق للموضوع، اللي هو بيسموه هنا في المانيا الباوخ جيفول. الباوخ جيفول اللي هو it is just the feeling of my abdomen، انا بطني وجعاني من الموضوع ده. هو الناس الاسماء اللي انا شايفها كاتبه الورقه اسماء كبيره جدا، لكن الكلام اللي هم بيقولوا لا مش هو ده القصور التنفسي الحاد اللي احنا نعرفه، مش هو ده، لا لا لا، في حاجه هنا مختلفه. بص عاده احنا كنا بنعمل كذا في القصور التنفسي ده وكان بيتحل الموضوع، لا احنا هنا بنعمل كذا وبالرغم من كده ما بيحصلش، وتفاصيل كتير جدا وللاسف بعضها متعارض جدا مع بعضه. لكن هم دول الحاجتين اللي انا لاحظتهم جدا في عيانين الكورونا. الحاجه الاولانيه انه كميه العيانين كتيره قوي، احنا ما شفناش فيرال نمونيا، ما شفناش التهاب رئوي فيروسي بالشكل العنيف ده، على الرغم من ان الانفلونزا عندنا هنا في المانيا موسم كويس قوي يعني، وبيجي لنا منها كميه عيانين كبيره. الحاجه الثانيه انه العيان اللي انا اسف في اللفظ بس احنا انا مضطر ان اقول الالفاظ بقى بتاعتنا دي، العيان اللي بيركب الزحليقه بيركب زحليقه يعني ايه وقع شويه، بيخش في مشاكل جامده قوي احنا مش بنشوفها كتير في الفيرال نمونيا في الالتهاب الرئوي الفيروسي. دول الحاجتين المميزتين جدا اللي انا لاحظتهم في وسط عينين الكورونا. غير كده فيرال نمونيا التهاب رئوي فيروسي، بس المشكله ان هو دخل في بانديميك، دخل في جائحه، بقى منتشر بشكل عنيف جدا، وهو ده المشكله الكبيره. طيب تقدر تكلمنا عن البروتوكول العلاجي اللي انتوا بتتبعوه في المستشفى عندك؟ احنا عندنا بروتوكول علاجي. في بروتوكول، البروتوكول بيتكون من حاجتين. الحاجة الأولانية وهي الحاجة الأهم جدا وهو ده الشغل اللي كل الناس بتعمله، to support your patient. احنا بنحاول من أول لحظة ان احنا نعمل حاجتين مع العيان بتاعنا، ان احنا نعمل له تقييم كويس ونحطه على درجة سلم الخطورة المناسب لي. بمعنى احنا عندنا 4 درجات من الخطورة، الحالة السهلة والحالة المتوسطة وبعدين الحالة الصعبة والحالة الحرجة، دول 4: mild, moderate, severe and critical. الأربع حالات دول احنا بنحاول كويس جدا لما العيان بتاعنا يخش ويكون عنده اعراض القصور التنفسي وعنده اعراض التهاب رئوي بشكل من الاشكال، ان احنا نحطه على درجة سلم الخطورة ونعمل له سبورت، نعمل له دعم عن طريق حاجات كتير جدا ممكن اقولها واحدة بعد التانية. والحاجات دي هدفها الاساسي ان هو يفضل على السلمة بتاعته دي ويتحسن ويطلع للسلمه الاخف منها. اهم حاجه ان هو ما يوقعش مني، لو وقع مني ده بيبقى شكل من اشكال فشل العلاج. الحاجه الثانيه اللي احنا بنعملها ان احنا بنديله ادويه، والادويه دي طبعا هنيجي نتكلم عنها دلوقتي. انا بعمل سبورت للعيان بتاعي ازاي؟ اول حاجه انا بقيمه، اول حاجه هل هو عنده نمونيا ولا لا، عنده التهاب رئوي ولا لا. لو عنده التهاب رئوي، لو ما عندوش التهاب رئوي وعنده مجرد اعراض بسيطه just mild symptoms، فانا بفكر جديا اذا كنت اقدر ابعت العيان ده على البيت. وهنا الالمان روبرت كوخ انستيتيوت اللي هو الجيرمان سنتر فور ديزيز كنترول يعني عامل حقيقي شكل لطيف جدا ومحدد جدا ازاي اطلع العيان ومين العيان اللي ابعته البيت ومين العيان اللي احجزه عندي في المستشفى.
وده كان من البلان الرائع، ممكن نتكلم عنها بعد شويه، ان هو بيعمل دايما بروفايلنج للعيان. اول ما العيان بيخش عندي بعمل له بروفايلنج، والبروفايلنج ده بيبقى بروفايلنج يعني بعمل له كده شكل تنميطي، ان انا بعرف العيان ده معدلات الخطوره عنده عامله ايه، وبعدين اشوف النمط الاجتماعي بتاعه، هل هو ساكن لوحده، هل هو يقدر يروح البيت ولا لا، طب هل هو عنده كونتاكت كويس مع الدكتور بتاعه، هل عنده اقارب ممكن يعتنوا بيه، وعلى اساسه. وكمان بشوف العيان ده لو انا هطلعه بره البيت، بيته اخباره ايه، يعني هل هو عنده البيت بتاعه هيكون التهويه فيه جيده، البيت بتاعه في انهي دور، هل هيكون فيه خدمه طبيه ممكن توصل له بسهوله ولا لا. الحاجات دي انا بعرفها عن كل عيان، وبالتالي بشوف هل العيان ده لو عنده شكل سهل جدا من اشكال الالتهاب، من اشكال العدوى الفيروسيه دون التهاب رئوي، خلاص ممكن اروحه البيت. بشوف البروفايل بتاعه موافق ولا لا، البروفايل بتاعه الاجتماعي عامل ايه، البروفايل بتاع البيت بتاعه مناسب ولا لا، وبعدين بقول له لو سمحت انت هتروح تعزل نفسك لمده 14 يوم، وهتبقى ان كونتاكت مع الاوثوريتيز بتاعه الصحه اللي هم هيجوا لك وهيعملوا المساحات وهيتابعوك والدكتور بتاعك هيتابعك وكل الكلام دوت. ده جزء من العيانين. لو العيان عنده نمونيا، عنده التهاب رئوي، وانا قادر اشوف ده سواء في الاكس راي او في السي تي، خلاص ده العيان اللي هيقعد عندي في المستشفى. العيان ده عنده نقص في كميه الاكسجين، عنده هايبوكسيا، لا العيان ده مش هيتحط في اليونت العاديه، ده عيان سيفير كوفيد 19 انفكشن، يعني عنده حالة دي مش الحالة الحرجة، المفروض ان الترجمة بتاعتها تبقى الحالة الصعبة، حالة متقدمة. ده حالة متقدمة هيتحط عندي في الانترميديت كير يونت، يعني هيبقى في مونيتور، هيبقى في ممرضة موجودة بتبص كل شوية على الحاجات بتاعته، هيبقى في تيليمتري، يعني في شاشات في كل مكان بتقول العيان ده عنده ايه بالظبط، هديله اكسجين، هديله اكسجين وحافظ على شكل ستيبل، شكل ثابت من التغذيه الاكسجينيه في جسمه، وهحاول ان العيان ده ما يتعبش مني اكتر، ماشي، وهقدر اشوف هل هو هيحتاج انتاج مضادات حيويه ولا لا، هل اشوف التغذيه العلاجيه بتاعته هتكون كويسه ولا لا، هل هشوف الفيزيوثيرابي وكميه العلاج الطبيعي اللي ممكن تطلعه من المشاكل دي، هل هشوف هو محتاج ان هو ياخد اي ادويه ثانيه لو عنده كوموربيديتيز، يعني عنده امراض ثانيه، فانا هحاول ان العيان ده ما يتعبش مني ويتنقل للرعايه المركزه. لو اتنقل العيان للرعايه المركزه بيكون في تيم ثاني خالص بيبدا يقسم العيان لدرجة الخطورة 1، درجة الخطورة 2، درجة الخطورة 3 اللي هي أصعب درجات الخطورة، وبناء على كل درجة خطورة فهو بيبدأ يتعامل مع المشاكل بتاعة العيان. بالشكل ده البلان ده وتقسيم العيانين ووضعهم على معدلات الخطورة، ده كان أهم خطوة بتتاخد، وهو ده السابورت اللي احنا نقدر نعمله للعيانين بتوعنا. ده شكل السابورت اللي احنا كنا بنعمله. طيب الدراج ثيرابي، احنا ما عندناش اي سبيسيفيك دراج ثيرابي، كل الكلام اللي موجود كله اوف ليبل، كله اوف ليبل، كله محاولات تجريبيه. احنا بندي عندنا الازيثروميسين 500 ملي جرام ثلاث مرات ثلاث ايام، وبعدين بنتوقف عنه، بنديه ليه يا جماعه؟ لانه انتي انفلاماتوري، يعني مضاد للالتهابات، واميون موديوليتر، وبيرفع المناعه. بعض الزملاء اقترح ان احنا ندي ستاتنز، زي الناس عندكم في الام جي اتش بيدوا ستاتنز 40 ميلي جرام. احنا اقترحنا عليهم الكلام دوت، قال لك والله لا احنا عندنا مشاكل في الموضوع دوت، وما بيدوش هم الستاتينز. لكن الحاجه الثانيه كمان ان احنا بنشوف لو العيان ما استجابش على الازيثروميسين او حالته من الاول صعبه، فبندي له هيدروكسيكلوروكوين. عندنا اي دليل غير اللي العالم كله عارفه؟ لا، ما عندناش اي دليل. واحنا بنقول للعيانين ان احنا ما عندناش اي ادله، لكن العلاج ده تجريبي، واحنا بنديهولكم بناء على اتفاق ما بيننا وبينهم، ولو العيان رفضوا بناء على السايد افكتس والاعراض الجانبيه اللي احنا بنقولها له، فخلاص احنا ما بنديش حاجه. في عيانين جوه الاي سي يو، جوه الرعايه المركزه، بنديهم مثلا المونوكلونال انتي بايوتيكس زي الانتي اي ال 6، او بنديهم الانتي فايرال ثيرابي على هدف ان احنا ننزل الفيرال لود بتاع العيانين. هل ده بينفع؟
في ناس بتعدي وفي ناس ما بتعديش، لكن العيان كده كده لما بيخش مننا في الرعايه المركزه احنا بنبقى ممكن نديله اي علاج تجريبي ممكن يساعد في الامر. توضيح نقطه المونوكلون انتي بوديز دي عشان خاطر السيتوكاين ستورم اللي هي العاصفه بتاعه الجهاز او الاوفر رياكشن او رد الفعل المبالغ فيه من جهاز المناعه. فما عندكوش برضو مش قادرين تفهموا اذا كان الموضوع ده بيفيد ولا لا؟ لا احنا هما حتى الكلمه الالمانيه الترجمه بتاعه الاوف ليبل ثيرابي اسمها هايل فرزوخ. هايل فرزوخ يعني تو سيرش فور ا كيور، بحث عن الشفاء، اسمها كده حاجه اسمها البحث عن الشفاء. وبالتالي فالامر بيكون بكل بساطه تجريبي، وكل الناس واحنا كشيست فيزيشنز احنا بنعترف ما عندناش اي ورق يقول، ما عندناش اي بيبر، ما عندناش اي اكزامينيشن يقول ان احنا مختلفين عن غيرنا. احنا بنتمنى انه في حد يطلع اي شكل من اشكال العلاجات الموثقه، لكن حتى الان وانت اظن هتكون متابع الموضوع ده كويس جدا. طبعا جدا مش اي حاجه. طيب فكرتوا تعملوا كلينيكال ترايلز عندك في المستشفى؟ المستشفى بتاعتنا ما عندهاش كلينيكال ترايلز لان الحاجات دي كانت محجوزه من بدري قوي، لكن احنا كلنا بنعمل دوكيومنتيشن بنعمل دوكيومنتيشن للعيانين بتوعنا. يعني العيان اللي بياخد أزيثروميسين احنا دلوقتي بنجمع الداتا، كام واحد خد أزيثروميسين، كام واحد ظهرت عليه علامات التحسن. العيانين اللي بياخدوا الهيدروكسيكلوروكوين كده كده بيكونوا تحت متابعه قويه جدا، علشان لو كان في اي مشاكل في القلب او كان في اي مشاكل في النظر عشان الريتينوباثي. اكتر من التوثيق ده لا، بس انا اتوقع بعد ما الدنيا تهدى والناس كده تلقط انفاسها ان التوثيق ده هيتبص عليه ريتروسبكتيف فيري فيري ويل، واعتقد ان احنا هنقدر نربطه مع الكلينيكال ترايلز اللي شغاله. المستشفى عندنا لان انا في برايفت هوسبيتال ما كانتش متشجعه قوي للكلينيكال ترايلز لانه كانت هتكلفها زياده، فقال خلاص الكلينيكال ترايلز معموله في جامعات ثانيه وفي مستشفيات ثانيه تبع المجموعه برضو، فهم ما حبوش ان هم يعملوها عندنا في المستشفى. لكن احنا عندنا زملاء كتير في المجموعه شغالين في كلينيكال ترايلز، وممكن في اي لحظه البروتوكول بتاعهم يبقى اكستندد عندنا، ربنا يسهل. طب انا عايز ارجع للنقطه بتاعت تقييم حاله العيان. تقدر من خلال اللي انت شفته تقول لنا لو في مثلا توزيع ديموغرافي او توزيع على حسب المرحله السنيه او في حاجه انت شفتها، هل مثلا تقدر تقول انه عدد الحالات اللي انت بتقيمها على انها ممكن ترجع البيت عددها كبير؟ هل مرتبطه بشكل معين في دماغك شفت علامات بتقول لك انه الناس دي فرصتها انها تكون خفيفه وترجع البيت؟ فاهم قصدي؟ هل في حاجه توزيع للاعمار، حاجه ارتبطت في دماغك بالسيفيريتي او بشده الحاله؟ هو السؤال دايما العمر. العمر، يعني العيان ده عمره كام سنه، ده حاجه مهمه جدا جدا جدا. اول حاجه لو العيان عمره كبير، واحنا عندنا الالمان ما شاء الله بيخش لك حد عنده 93 و94 سنه و100 سنه كمان، ده 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 شيء مش نادر قوي بيخش عندك فبتشوفه. فاول حاجه العمر، حقيقي اغلب صغار السن لحد كده اهوت، لحد يعني رسميا من اول 50 سنه بيبدا الريسك بيعلى، لكن احنا لحد 60 و65 سنه العيان غالبا بيعدي. بعد كده بنبص على الكوموربيديتيز، المشاكل اللي عنده. كل ما زادت المشاكل عند العيان كل ما بقى عندنا حقيقي مشكله كبيره جدا، ومن الاول كده بيبقى عندنا امبريشن، انطباع انه لا للاسف العيان ده مش هيعدي. العيان اللي جاي من بره على طول على الاي سي يو لو كان عمره كبير عمري ما شفته عدى، لانه عيان عنده 80 سنه وجاي لك اوريدي، لا ده احنا مش قادرين حتى نقول ان هو هايبوكسيك، يعني عنده نقص في الاكسجين، لا ده احنا لازم نعمل له دلوقتي تنفس صناعي، ومش تنفس صناعي غير تدخلي، مش نان انفيزيف، لا ده تدخلي بانتيوبيشن، يعني لازم ادخله تيوب وبعدين تبص تشوف الفيرال لود بتاع العيان، تشوف الشكل النمطي بتاع الالتهاب الرئوي جوه الاشعه،
تلاقي وايت لانج زي ما بيقولوا رئة بيضة، يعني العيان ما عندوش فرصة. وخاصة طبعا طبعا الكرونيك لانج بيشنز، عيانين الأمراض الصدرية. رئة بيضة دي انت قصدك من السوائل يعني، ده التعبير اللي انتوا بتستخدموه؟ الاكيوت سباستيك ديستريس سيندروم اللي هو بيبقى الوايت لانج، اللي هو يا اما الكونسوليديشن مال الدنيا كلها ماشي، يا اما بالظبط هو اهم حاجه فيه ان الكونسوليديشن الوايت لانج تحديدا بيكون لما الكونسوليديشن بيملى كل المكان بتاع الرئه، بياخدها من فوق لتحت، فاحنا بنسميها وايت لانج لانه بيبان عندنا في السي تي على انه وايت اوباسيتي. طيب انت بقى كطبيب وبتروح المستشفى وترجع بيتك، ومفروض يعني اعتقد انك بتتبع احتياطات عشان الناس اللي في البيت وكده، يعني لو تحاول باختصار تقولي انت بتعمل ايه علشان تقلل فرصة انك بعد الشر لا قدر الله تاخد عدوى وترجع بيها البيت. هو احنا كده يعني ما عندناش خيار نعمل ايه وما نعملش ايه. احنا في المستشفى لو انا ماشي بس، يعني مجرد ان انت تخش باب المستشفى المفروض ان انت ما تتشافش غير وانت لابس ماسك عادي، سيرجيكال ماسك، مجرد سيرجيكال ماسك بتمشي فيه في الاقسام العاديه وبتتنقل فيه وبتتكلم بيه مع زمايلك. السوشيال ديستانسينج مستمر جوه المستشفى، ان انت اي حد بتقف معاه بيكون بينك وبينه مسافه، ممنوع التصافح بالايدي، كل الحاجات دي انت بتطبقها جوه المستشفى. طبعا الميجرز الانفيزيف، يعني لما يكون في حاجه تدخليه زي البرونكوسكوبي مثلا، منظار الرئه، ده المفروض ان هو دلوقتي ما بيتعملش الا زي ما بيقولوا للشديد القوي. الحاجه الثانيه انه المنظار دوت بيتعمل تحت ظروف بالغه التعقيم والتعقيد، يعني لازم تلبس FFP3 ماسك، لازم تكون لابس كل حاجه في جسمك مغطيها، لازم تكون لابس شيلد قدام عينيك او تلبس نظاره مخصصه للحاجات دي. كل المكان اللي انت فيه بيكون محطوط عليه حاجات تعقمه، الممرضه او الاثنين الممرضين اللي موجودين بيكونوا لابسين نفس الحاجات دي، ولما بتطلع انت عندك بتاخد في جيبك في البالطو بتاعك ديسانفكتنت، يعني مطهر، ولازم بشكل من الاشكال كل شويه لازم تنظف ايديك كلها. الهدوم اللي انت بتلبسها طبيعي هي الهدوم اللي انت بتسيبها في المستشفى، بتغيرها كل يوم، ما بتلبسش اي هدوم ليك جوه المستشفى وترجع بيها البيت، حتى الشوز اللي انت لابسه. طبعا في هنا مشكله كبيره خاصه لزمايلنا اللي سامعنا دلوقتي من مصر، لانه في مصر انت بتخش مستشفى العزل 14 يوم وتطلع تتعزل بره البيت 14 يوم، فمفيش حته ان انت ترجع البيت كل يوم. لا، احنا بنرجع البيت كل يوم، مفيش حاجه اسمها، احنا مفيش قانون في الاتحاد الاوروبي يقدر يجبر الناس انها تشتغل في الوقت ده، وده ما كانش مطلوب اصلا من الخطه بتاعت الحكومه. لا، الحكومه بتسمح للاطباء ان هم يرجعوا عادي، بيرجعوا كل يوم، بيشتغلوا شيفتات من 8 ل 12 ساعه، واحيانا في بعض الزملاء بيشتغلوا 24 ساعه، لكن لا، احنا بنرجع البيت عادي جدا. الميجرز دي حتى الان كانت كافيه بشكل واضح، مع الحاجات التانية اللي على مستوى البلد كلها ولا على مستوى الأسر، إنه الحمد لله حتى الآن أنا ما سمعتش، على الأقل في المحيط المهني، إنه في حد من زمايلنا مثلا رجع وعمل عدوى شديدة لأسرته والأطفاله. في حالة أو اتنين أو تلاتة، لكن محدش يقدر يقول إنه هو كان السبب الوحيد، لأنه الزوج والزوجة الاثنين شغالين في المستشفى، وبالتالي ممكن يكون كل واحد فيهم خد العدوى من شكل مختلف. يعني حتى الآن المعايير دي شغالة كويس جدا، شغالة كويس جدا وكافية الحمد لله. يعني ما عندكوش حالات كتيرة في الطاقم الطبية بتاعت المستشفى الحمد لله حتى الآن؟ لا، يعني احنا في المستشفى بتاعنا اكتر قسمين كانوا فيهم حالات، قسم بتاعنا كان واحد منهم، بس الحالات كلها الحمد لله كانت حالات very mild، يعني مفيش ولا واحد فيهم تم حجزه في المستشفى، طلع على طول بره الشغل وتم التعامل معاه هيعمل ايه بالظبط وكده.
وبعد اسبوعين او ثلاثه بيرجع الشغل تاني، ما فيش اي مشاكل. الحالات اللي في الاقسام الثانيه كان فيها حاله او اثنين اتحجزوا في المستشفى وتم الحمد لله الديسشارج بتاعهم، طلعوا من المستشفى ما عندهمش اي مشاكل كتير يعني. فحتى الان الاطقم الطبيه فيها نسبه عدوى، لكن مش نسبه عدوى توصل مثلا لمورتاليتي 8% زي ما سمعنا في بعض الدول. ربنا يحفظكم يا رب. طيب في ناس بتشيد بالتجربه الالمانيه في التعامل مع الازمه، واضح انه فعلا الارقام بتقول انه الامور في اتجاهها الى انها تبقى تحت السيطره، وممكن الامور تبدا تقترب يعني من الطبيعي ولو حتى تدريجيا. انت بقى مراقب لكل اللي بيحصل على المستوى المستشفى والمستوى اللي الدوله بتدير بيها الازمه وكل شيء، انت تقييمك انت للتجربه دي ايه؟ ولو انا واحد عايز اتعلم منها، لو انا واحد في مصر، خلينا ناخد مصر كمثال ولو انه الحاجات دي ممكن تنطبق على اي مكان في الدنيا، لو احنا عايزين نتعلم من التجربه الناجحه على كل المستويات من خلال احتكاكك القريب بيها، ايه هي الدروس او الخطوط العريضه اللي انت ممكن توصلها للناس وتنطبق على الظروف بتاعتهم او نقربها شويه؟ انا عارف ان في اختلافات بين مصر والمانيا، احنا فاهمين ده كويس، بس لو في عندك عايز تقول حاجه ممكن الناس تستخدمها وتطبقها على ارض الواقع، ايه هي الدروس دي؟ اوكي، طب خلينا اقول حاجتين عشان هما دول سؤالين. السؤال الاول، ايه اكتر حاجه نفعت الالمان في اللي حصل معاهم انه الدنيا تمشي كده، والدروس اللي ممكن نستفيدها او ننقلها او ننصح بها بعض الزملاء في مصر، لان الحاجتين مختلفتين تماما. الحاجة الأولانية هو السبب، وأنا كتبت النهاردة ده في بوست أظن كثير من الناس برضو تفاعلوا معاه، الالتزام. الالتزام احنا ممكن نتكلم عن شوف احنا بنتكلم من نص ساعة ومن ساعة لربع هوت عن تفاصيل كتير جدا جوه المستشفى وبره المستشفى واللي الحكومة عملته واللي وزارة الصحة قامت بيه وكل الكلام دوت. كل ده لم يكن لينجح لولا أن العامل الأهم في الموضوع اللي هو المواطن الألماني مفضلش جوه بيته. لو مع الناس ما التزمتش، لو الناس ما التزمتش كان كل ده راح أدراج الرياح، لكن ده ما حصلش. ما حصل، الناس التزمت، الناس قعدت في بيوتها. إضافة إلى كده أنه أكتر ناس التزمت بالموضوع ده كانوا هم الريسك جروبس، الجروبس، المجموعات العمرية والمجموعات المرضية اللي لو أصيبت بالكورونا هتكون هي المجموعات اللي بتملى كل سراير الرعاية المركزة. الناس دي أكتر ناس التزمت. ممكن يكون في عوامل كتير، الألمان ما شافوش من زمان جدا المستشارة بتاعتهم طالعة وتتكلم إنه أنا عندنا مشكلة وهنواجهها سوا، وإن إحنا ما واجهناش مشكلة زي دي وتهديد زي ده من بعد الحرب العالمية. وانا بطلب منكم كلكم ان انتوا تقعدوا كذا. مسز ميركل ست ليها قبول كبير جدا عند كل الالمان بغض النظر عن انتمائها الحزبي، يعني شيز ا ريال شانسلر، يعني هي مستشاره محدش هينساها في المانيا. الناس كبار السن الى حد كبير بيحترموها جدا بغض النظر عن انتمائهم الحزبيه برضو. وبالتالي هم لما شافوا المستشاره بتطلب منهم حاجه زي كده فهم أدركوا أن الأمر بجد، لا ده مش هزار. وبالتالي أنا في محيطي العائلي أو محيطي محيط الجيران والناس اللي بقابلهم كل يوم، لا الناس الكبار قاعدوا في بيوتهم. أنا بكلم جاري القديم في دورتموند، إزايك وعامل إيه وبتاع، طيب ده احنا كان نفسي، بس المشكلة طبعاً إن الظروف دلوقتي مش هتسمح بأي زيارات. قال لي إحنا منعين الزيارات تماماً، أنا أولادي مش مسموحين إن هم يزوروني، فأنا هطمن عليك من وقت للتاني بالتليفون. ده عمره كم سنة؟ ده عمره 90 سنة. ما شاء الله 90 سنة، ماشي، وصحته ما شاء الله كويسة جداً، ربنا يديله الصحة. بس الراجل هو زي ما الألمان بيقولوا كلار كوبف، يعني دماغه صحية. نفس القصة، جاري هنا والده برضو مقرب على 90 سنة، عنده 10 أولاد، وده شيء مش وهم كلهم مرتبطين بيه، وبالرغم من كده
ما فيش حد يجي يزورني، كله بالتليفون، ولو حد محتاج ان هو يجيب له حاجه. الناس التزمت بالمعايير بتاعه التباعد الاجتماعي. انا ساكن في الولايه اللي انا فيها، فيها تقريبا اكبر كميه من الاجانب ساكنين في المانيا، اكبر كميه من الاجانب. عندنا اكبر جاليه ايطاليه جنبنا هنا في بلد اسمها زولينجن، عندنا كميه كبيره جدا من الاتراك والعرب في المنطقه، مش اقل من 2 مليون، والولايه هي اكبر ولايه من حيث عدد السكان. لكن الولايه دي على الرغم من انه فيها ناس كتير جدا ميديترينيان، والميديترينيان ناس بموضوع التباعد الاجتماعي ده بالنسبه لهم مشكله كبيره جدا، وده حقيقي، وده الالمان عموما شايفين ان هو ده واحد من اهم مميزات الشرق اوسطيين عن الالمان، وشايفين ان ده حاجه بوزيتيف. لكن بالرغم من كده ما كانش فيه كسر للميجرز دي. والرئيس حاكم الولايه ارمين لاشيت طلع وقال في الراديو، وانا سمعتها منه اكتر من مره، ان هو بيشيد جدا بالتزام سكان الولايه اللي وصل ل 96% التزام بالمعايير المتفق عليها للتباعد الاجتماعي. حتى الان مفيش محل او اثنين او ثلاثه كسروا الحظر. تخش اي محل، اي محل هنا في المانيا، تلاقيه حاطط المطهرات علشان تغسل ايدك، وتلاقيه حاطط لك على الارض علامات حمراء يقول لك انت تقف هنا، اللي بعدك يقف هناك، اللي بعدك يقف هناك، اللي بعدك يقف هناك. السوبر ماركتس اللي مفتوحه كلها بتدخل اعداد معينه بتوزع على الناس، وهي داخله حاجه ورقه عشان يراقبوا العدد، ولما يوصل لعدد معين يوقف الناس ويقول لهم انا اسف ما اقدرش ادخلكم علشان التهويه ممكن تكون اكتر. البلد كلها تحولت الى كتيبة ملتزمة بمعيار واحد، وبالتالي حقيقي الأمر يدعو مثير للإعجاب. الأمر مثير للإعجاب. لو أنا عايز أنقل ده بدون النظر في السبورت القوي جدا من الحكومة ماديا ومعنويا واقتصاديا، ما أقدرش أروح لبلد زي مصر طبعا وأقول لهم أنا هعمل لكم لوك داون وإجراءات تباعد اجتماعي، لأنه الامر اقتصاديا حقيقي هنا في المانيا مدعوم اكتر بكتير من مصر لظروف كتير جدا. ما اعتقدش انه في دوله في العالم كلها اصلا تقوى على ما فعلته المانيا، اللهم الا بعض الدول الغنيه جدا. لكن السبورت اللي ورا ده من الحكومه وماديا عندنا سبورت كبير جدا جدا، ما اعتقدش ان في دوله في العالم تقدر عليه. يعني نقدر نقول انه يعني اجراءات التباعد الاجتماعي لوحدها من غير ان الدوله تقدم بفر كده او تعمل ايه كاشن او حاجه كده مخده علشان خاطر الناس ما تقعش، من غير الحاجتين دول مع بعض يبقى القصه مش هتبقى ناجحه. لا انا شفت ممرضه شغاله معانا، زوجها شغال مستقل، يعني ان هو عنده عمله الخاص مش موظف في شركه او كده، شفتها في بدايه الازمه بتعيط، لانه هو خلاص عمله الخاص ده تم منعه وهو ما يقدرش يشتغل، وبالتالي لانه عمله فيه اختلاط بالجمهور، وهي ما كانتش عارفه طب احنا هنعمل ايه. واحنا قعدنا كلنا نتكلم بنقول احنا متاكدين ان الحكومه، لكن احنا كنا متاكدين. وبعد يومين بالظبط ايه الاخبار؟ قالت لي هو جاله الابلكيشن وقدم على ورق المنحه، وكان بيؤكد في كل وسائل الاعلام، وده حصل، انه البيروقراطيه الالمانيه، والبيروقراطيه الالمانيه امر صعب جدا، اعتقد ان المصريين تعلموها من الالمان مش الالمان تعلموها من المصريين، بيروقراطيه طويله المدى جدا. وبالرغم من كده القروض والمساعدات الاجتماعيه والماديه دي كانت في منتهى السرعه في حسابات الناس البنكيه، علشان اللي هو اقعدوا في بيوتكم احنا هندعمكم بكل ما تقدروا. لو طبقت ده على الوضع في مصر، لا اعتقد ان الحكومه تقوى على كده، ولا اعتقد ان الاقتصاد المصري يقوى على كده، واعتقد ان الموضوع هيبقى خارج عن السيطره شويه. فصعب ان انت تقول للناس اعملوا اللوك داون ده او اعملوا اجراءات التباعد دي من غير ما تكون انت عامل لهم زي ما انت قلت كده المخده اللي تخليهم يناموا مرتاحين عليها. فده في المانيا الامر تم بمنتهى السلاسه، بس انا بقول لك هم طلعوا خميره الاعوام السابقه كلها وضخوها في الاقتصاد المره دي. احنا بنتكلم في مليارات، مئات المليارات اللي تم ضخها في الاقتصاد الالماني، باعتبار ان هو اهم حاجه اصلا للحكومه الالمانيه هو الاقتصاد الالماني ودافع الضرائب، ده اهم حاجه عندهم.
طيب ده كان الشق الأول، الالتزام والإجراءات اللي تمت على مستوى الدولة. في أي حاجة تانية شايفها ساهمت في نجاح التجربة الألمانية؟ بعد كده الجزء الصحي بقى اللي احنا اتكلمنا عن التفاصيل، اللي هو انه عندهم مكان محترم جدا اللي هو روبرت كوخ انستيتيوت، اللي هو السي دي سي بتاعنا يعني سنتر فور ديسيز كنترول، وده من اول لحظه هو عنده لجان دائمه بدا يوحد المعايير في كل الاماكن، معايير السكريننج اللي هو ان هو يشوف مين عيان ومين مش عيان كانت واضحه جدا، انهي حاله اللي ما بتخش الاستقبال لازم اعمل لها المساحات من 6 ساعات ل 24 ساعه بتكون جاهزه، المساحات بتتعد بسهوله، السيستماتيك ابروتش او الطريق العلاجي لكل الحالات اتوحد بشكل كبير، بداوا يحاولوا ان هم يمشوا في طريق واحد، وبعد كده جوه المستشفى ايه اللي احنا هنعمله مع العيانين، برضو طلعت توصيات من روبرت كوخ انستيتيوت والناس التزمت بيها، وبعد كده الديسشارج بتاع العيانين يطلعوا بقى من المستشفى، طلع ده زي ما بيقولوا فور شريفت، بمعنى ان هو شكل ملزم لكل المستشفيات ازاي يخرج العيان من عنده، يخرجه سواء من القسم العزل الى قسم غير معزول اذا كان العيان لسه هيقعد في المستشفى، او اذا كان هيطلعه للبيت ويقول له يتعزل هناك 14 يوم ومين هيتابعه هناك، او اذا كان هيطلع العيان خالص ويقول له انت مش محتاج اي عزل بس ايه الفولو اب او الكنترول اللي انت محتاج ان انت تعمله مع الدكتور بتاعك. الحاجات دي نزلت على كل المستشفيات، كل الناس التزمت بيها واتعملت. ضيف الشق الصحي العلاجي على الشق الوقائي على الشق الحكومي، هيبقى عندك تجربة ناجحة مفهوم جدا اللي نجحت. طيب خلينا في اللي نقدر عليه. طيب احنا مش يعني في حاجات خارج عن، خلينا لو استخدمنا مصر كمثال، لو انت الاطباء الزملاء في مصر، لو انت عايز توجه لهم نصيحة او رسالة بناء على اللي انت شفته وخبرتك في التعامل مع الحالات، تحب تقول لهم ايه؟ هو انا هحتاج بس ان انا معاك كده اهوت في عجاله اسرد ما يمكن زي ما بيقولوا ان انت تغيره بسرعه وما لا يمكنك ان تغيره، بمعنى انه في مسؤوليه حكوميه انا ما اقدرش اغيرها وحضرتك ما تقدرش تغيرها. على سبيل المثال خطه التباعد الاجتماعي والاغلاق العام للدوله والكلام ده احنا اتكلمنا فيه، انا لا اعتقد انه في الحكومه في مصر اي حكومه ما تقدرش تطبق ده لانه الامر اقتصاديا صعب جدا السيطره عليه، وبالتالي فانا مش هقدر اتكلم في التفاصيل دي. لما الزملاء بيتكلموا في الفيسبوك انه ما تنزلوش وما تعملوش، طيب ماشي اوكي، ما هو ممكن انت تكون تقدر تشتغل بالهوم اوفيس، ممكن انت تكون انت مدعوم بشكل ما اقتصادي، لكن في عمال شغالين باليوميه، طب مش هينزل، طيب هل في في خطه واضحه لدعمه، طب الخطه دي هتوصل له؟ هو عندنا معوقات كتير جدا ما اعتقدش ان احنا نقدر نحلها في قاعده او ان احنا نقدر نحط لها حلول، ولذلك الشق الحكومي ده انا مش هقدر اتدخل فيه. في شق حكومي تاني كمان انا مش هقدر اتدخل فيه، وهو هيحتاج برضو قرار سياسي خاص باجراءات العزل، خاص باجراءات العزل ومين يتعزل ومين ما يتعزلش، ده قرار حكومي، انه لانه لازم يكون في زي ما الالمان عملوا هنا في مخالفات قانونيه، انت عندك مخالفه قانونيه في الامر دوت انت لازم تلتزم بالناس بتقوله ده، وده برضو شق حكومي بالاضافه الى التجهيزات الماديه اللي هو الماسكات، الاماكن اللي هيتم فيها العزل، تجهيز اماكن كمستشفيات للعزل، كل ده شق حكومي. الشق اللي احنا ممكن نساعد فيه الزملاء هو التالي: عيانين الكورونا اللي بيخشوا الرعاية المركزة ما بيزيدوش عن 10%، لو زادوا قوي بيوصلوا 15-16%، من 10-15%. دول لما بيخشوا الرعاية المركزة دكتور إسلام لازم، لو هو محتاج جهاز تنفس صناعي أنا مش هقف بالأمبو أنفخ، ده لازم يقولوا جهاز تنفس صناعي، ولذلك لو مش متاح جهاز تنفس صناعي فخلاص انا مش هقدر اعمل العيان ده كتير، العيان ده محتاج جهاز تنفس صناعي. طب ال 85% من العيانين التانيين، ال 85% من العيانين التانيين هيتحطوا في الاقسام العاديه معزولين في اوض، او
هيتحط بعضهم في الرعايات المتوسطة اللي هي إلى حد ما موجودة، أنت ما بتحتاجش غير مونيتور وأكسجين، وأعتقد إنه في كتير من المستشفيات العامة ممكن توفر ده. اللي إحنا نقدر نقدمه للزملاء في مصر هو الـ stepwise approach مع الحالات، وإن إحنا نقدم لهم الخبر أو تجربتنا الإكلينيكية لعلهم ممكن يستفيدوا هم منها. الأطباء في مصر، الزملاء في مصر حقيقي يعني زي ما بيقولوا عندنا في الشرقية بيغزل برجل كذا، هم أروع من كده وأقوى من كده، ومعلوماتهم الإكلينيكية ممتازة جدا، وهم فعلا مقاتلين مقاتلين. هو ما يقلش عن أي طبيب هنا عايش في ألمانيا أو في الغرب أو في أمريكا، ما يقلش عنه كتير. وأعتقد إنه في زملاء لازالوا موجودين في مصر، أنا نفسي بقول إن دول لو كانوا موجودين هنا ممكن كانوا في لحظة من اللحظات يكونوا the best surgeons أو the best internists، كانوا ممكن يكونوا أحسن دكاترة بطن، أحسن دكاترة جراحة، وأحسن دكاترة في كل التخصصات. وبالتالي لو إحنا بس قدرنا، لأنه إلى حد ما للأسف لازم نقول إن الوضع في مصر لحد ما فوضوي، خاصة كمان في الجايدلاينز، يعني احنا ما عندناش خطة واضحة مين يخش مين ما يخشش. حتى يعني درجات الخطورة الأربعة mild moderate severe critical، درجات الخطورة الأربعة دي منشورة في الهاندبوك الصيني من شهر يناير. أغلب المعلومات اللي أنا بتكلمها دلوقتي موجودة في الهاندبوك اللي نشيله الصينيين من يناير اللي فات. كان حري بالقطاع العلاجي في الوزارة مثلاً هو ياخد التوصيات دي، خاصة أنها توصيات بناء على أكبر فريق قام بعلاج عيانين كورونا في جائحة. محدش قبل الصينيين عالج كورونا في جائحة وبائية، هم بس اللي عملوها في ووهان وفي المناطق اللي هناك. وبالتالي كان الكلام التوصيات اللي طلعت دي كلها كان حري جداً بيها أنها هي تكون هي الأساس اللي الناس بتشخص على أساسه وبتمشي على أساسه. إحنا عندنا زملاء في المستشفى وفي أغلب مستشفيات ألمانيا عملوا diagnosis triad، يعني ثلاثي من ثلاث خطوات للتشخيص العيانين، وبعدين بيعملوا تقسيم العيانين على حسب درجات الخطورة. وحضرتك زي ما انت شايف كده انه أكتر من 60-70% من العيانين هيبقوا في القسم الداخلي عندك، مش هيحتاجوا أجهزة مونيتور وأكسجين، وبعدين هم بس 10-15% الاخرانيين دول هم دول اللي انت هتبقى محتاج ان انت تحطهم في الرعايه المركزه. هنا بتبدا مسؤوليه الدوله في توفير اجهزه الرعايه المركزه. لكن لو انا قدرت مع الزملاء ان انا اعتني بالجزء الاكبر ال 85% من العيانين دول، وقدرت ان انا احقق نجاحات فيه، هقلل كميه الرعايه المركزه. هو ده اللي كان المقصود بيه هنا في المانيا، ان هم كانوا بيقولوا لنا ان انت انا ترجمتها في محاضره ان هو be ready to escalate before your patient obligate you to escalate it. بمعنى خليك مفتح قوي على العيان بتاعك، وخليك من بدري لما تلاحظ ان العيان يعني بيتاخر وبيتعب، لا خش بالميجرز بتاعتك او انقله لدرجه خطوره اعلى، وبالمقابل غير طريق العلاج بتاعك والسابورت اللي انت هتعمله قبل ما العيان بتاعك ده تصحى الساعه 2 بالليل ويقول لك والله انت لازم تحط له انبوب التنفس رئوي دلوقتي، وانت معكش لا الماسك بتاعك ولا لابس الحاجات بتاعتك، ويا اما العيان هيبقى بعد شويه عنده نقص اكسجين وبطء في درجات القلب، وبعدين يقرست منك فتضطر ان انت تعمله سي بي ار. قبل ما توصل للفوضى دي فتح على العيان بتاعك كويس جدا. واعتقد انه الدكاتره المصريين، وانا بقول لحضرتك اهوت، انا مستعد ان انا مثلا اقعد مع الزملاء واتكلم احكي تجربتنا في الدياجنوسيس في تشخيص والسبورت اللي احنا بنعمله. انا مش هقول لهم حاجه هم ما يعرفوهاش اطلاقا اطلاقا والله، لكن انا بكل بساطه هقول لهم البلان بتاعتنا والدماغ ممكن تتسيستم ازاي بواحد 2-3-4. والزملاء حقيقي مبدعين، هيقدروا يتغلبوا على عقبات كتيره جدا جدا، والعقبات دي من فضل الله ممكن هنا تتحل بالبيرسونال. يعني من الاخر عشان نبقى واضحين، العنصر الوحيد الذي يمكن الاستثمار فيه في مصر في تغيير قصير المدى، يعني تغيير تحصل عليه بعد يومين او ثلاثه، هو العنصر البشري، وهو ده الحاجه اللي انت تقدر تستثمر فيها. كل العوامل الثانيه
محتاجه قرارات سياسيه ودعم اقتصادي، وده ما اعتقدش ان احنا نقدر نحققه. طيب انا متهيالي يعني انا حبيت انا يعني اركز على النقاط. انت ما شاء الله غطيت كل النقاط اللي انا اعتقد يعني الناس حتستفيد منها من خلال احتكاكك اللصيق بالتجربه الالمانيه. وانا يعني شايف ان انت بتوفر انه لو في حد عنده سؤال ليك ممكن يتصل بيك بشكل شخصي، يعني لو في حد عايز يوصل لك يعني تحب. طبعا 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 انا عملت ويبينار مع الزملاء هنا في المانيا وكان الحضور كويس والناس كانت مبسوطه جدا، واعتقد ان فيهم ناس كتير استفادوا. امبارح كان في ويبينار على كارديولوجي كويزز، هو 3 ايام ويبينارز، كل الناس شاركوا من كل الدنيا، انجلترا المانيا، الزملاء المصريين كانوا منورين، سواء الزملاء اللي في الخليج او الزملاء اللي في مصر نفسهم، وحقيقي المساهمات كانت كويسه. وكان معانا زميل كمان من بلغاريا على كارديولوجي كويزز 3 ايام، كل يوم كان في 3 محاضرات قيمه جدا. اعتقد الزملاء ممكن يرجعوا للتسجيلات بتاعتهم، مفيده قوي. في ان شاء الله كمان ويبينارز بتتجهز اعتقد الاسبوع ده ان شاء الله، في مجموعه هنا من الزملاء في المانيا، انا هكون هتشرف ان انا اكون واحد منهم، هتكلم برضو عن الكلينيكال بارت، عن الجزء الكلينيكال، وفي حد هيتكلم عن الفيرولوجي، وفي حد هيتكلم عن الاجراءات الهايجينيك ميجرز والحاجات دي، وفي زميل عرض كمان ان هو يتكلم عن السايكايتريك بارتس عشان الحاجات اللي هتحصل بسبب الكوفيد 19 سواء بالنسبه للدكاتره او بالنسبه للمرضى. وبالتالي ده كمان ويبينار. في زميل عزيز انا لا افشي سرا، لكن محمد ادري من امريكا، وزياد السيوني من استراليا، محمد انترنست وزياد اي سي يو سبيشالست تو ايمرجنسي ايمرجنسي فيزيشن، عرضوا مشكورين. واحنا ان شاء الله هنحاول ان احنا نظبط برضو ويبينار في الفتره اللي جايه، هنكون احنا الثلاثه مع بعض، كل واحد هيتكلم عن جزء. لو في اي مجموعه في مصر، اي مجموعه من الزملاء في مصر حابين ان هم يسالوني اي حاجه عن اللي احنا بنعمله هنا، انا زي ما قلت لحضرتك يا دكتور اسلام، انا مش هقول لهم حاجه اكتر من اللي هم عارفينه. الزملاء في مصر شطار جدا وعندهم كميه ما شاء الله من المعلومات، وبيشتغلوا في ظروف اصعب مننا بكتير جدا. احنا محظوظين بان احنا معمول لنا دعم هنا، لكن هم بيشتغلوا في ظروف تانية خالص. لو احنا نقدر نفيد باي شكل من الاشكال، لو عندهم مشكله ما من اللي احنا نقدر نحلها، يعني لو هم عايزين مثلا جهاز تنفس صناعي انا مش هقدر اساعدهم، لو هم عايزين يغيروا البوليسي او السياسه اللي موجوده حاليا من الوزاره، اعتقد ان انا هكون الشخص الخاطئ او الشخص اللي مش صح، يعني الجهه غير صحيحه. لكن لو في اي سؤال كلينيكال، في اي سبيشال ديفيكلتس، لو في اي حاجه مش واضحه عندهم، انا تحت امرهم. انا ان شاء الله في مجال كوفيد 19 انفكشن الحمد لله الفتره اللي فاتت كونت فيه خبره نظريه وعمليه كويسه جدا، وهو ده شغلي انا في الاول وفي الاخر شست فيزيشن، يعني انا في الاول وفي الاخر دكتور امراض صدريه، وده ريسبيراتوري انفكشن. طبعا تحت امرهم في اي وقت، ما فيش اي مشاكل، يقولوا لي نعمل ويبينار، نتقابل على الفيسبوك، نعمل جروب، اي حاجه على زوم، في اي حاجه موجوده انا تحت امرهم ان شاء الله. ربنا يكرمك يا دكتور، يعني ده المتوقع من الجدعان المصريين. ربنا يخليك والله. في اي حاجه نسيناها تحب، لو انا نسيت حاجه، في اي حاجه تحب تضيفها قبل ما نقفل الحلقه؟ لا حضرتك غطيت كل حاجه، وبعدين انا بكل اريحيه بقول ان انا سعيد جدا ان حضرتك كنت المحاور بتاعي. يعني الله يكرمك، انا والله اتشرفت جدا ان الحمد لله قدرنا نعمل اللقاء ده مع بعض. وانا سبحان الله انا قريت البوست بتاعك على الفيسبوك وقلت هو ده. قلت هو ده اللي المفروض نتكلم معاه علشان نتعلم اكتر عن التجربة الالمانية. انا شاكر جدا لوقتك، وكلنا بندعي لك وبندعي لكل الزملاء، ربنا يحفظكم جميعا، انتوا دلوقتي المحاربين اللي على ارض المعركه، واحنا بنحاول ندعمكم بكل اللي نقدر عليه. ربنا يحفظكم جميعا، وربنا يعدي الازمه على خير ان شاء الله باذن الله. يا رب جزاكم الله خير ان شاء الله، يعني نلتقي بعد مرور الكورونا، يا اما هنا يا اما في المانيا في اي مكان ان شاء الله باذن الله، ربنا يجمعنا على خير باذن الله. شكرا 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 جزيلا دكتور دسوقي، كان معانا ضيفنا النهارده في حلقه استثنائيه.
عن تجربته مع تعامل النظام الصحي في ألمانيا مع أزمة جائحة كورونا. شكرا جزيلا على متابعتكم، وإن شاء الله نلقاكم في الحلقة القادمة. السلام عليكم.